لاستاد الجيش وبرج العرب، وعقب انتهاء مباراه نادي المصري ونادي الجونه والفوز الغالي للنادي المصري بهدف لا شيء. يسعدني ويشرفني ان يتواجد مع الان الكابتن طارق سليمان المدرب العام لفريق النادي المصري. كابتن طارق، مباراه عصيبه، مباراه مع فرقه بتلعب بتكتيك بشكل معين، النادي المصري اضاع العديد من الفرص ولكن قدر ان هو يحسم اهم 3 نقاط بعد غياب دام حوالي اكتر من 70 يوم منذ مباراة نادي الاهلي التي انتهت يوم 9 ابريل الماضي. الحمد لله رب العالمين على الفوز، الكل الحمد لله، الجهاز كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكل الجهاز اجتهد ان احنا برضو ماسكين فرقة، يعني الحمد لله كل الناس عارفة ان هي في موقف صعب، عندها مشاكل، مش هقدر طبعا اقول بالتفصيل مشاكل ايه، لكن الحمد لله الكل اجتهد، اللعيبة بدأت تلتزم. طبعا احنا كل ما نيجي نشتغل وننظم الفرقه بيحصل لنا اصابات كتير، يعني الحمد لله في اموتو وفي هيثم العيوني وفي النهارده عموري، في لعيبه كتير، وياسر حمد لسه جاي من المنتخب، الحمد لله اللي احنا قدرنا، وعنتر موقوف، الحمد لله ان احنا قدرنا يعني في خلال 15 يوم نوصل اللعيبه دي للنواحي البدنيه والذهنيه، وطبعا العامل النفسي مهم جدا. الكابتن حسام بصراحه عمل كل حاجه ان نقدر يوصلهم للمرحله دي. النهارده الحمد لله عملنا ماتش كويس جدا، طبعا اللعيبه ضيعت فرص كتير لكن احنا ماسكين الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه. الفوز النهارده يخلينا نمشي في مسيرتنا ان شاء الله، ان احنا الكابتن حسام عنده النهارده هو الماتش ده هو الدوري، النهارده خلص الجونه نفكر في المقصه. دي حاجه مهمه جدا ان الكل لازم يعرف ان لما تيجي تمسك فرقه في المكانه دي بيبقى الضغوط كبيره جدا، لكن انا عندنا ثقه في الله وفي اللعيبه ان هم هيبداوا ان شاء الله يتواصلوا للمكاسب باذن الله. وده اول مباراتين لنا المنصوره والجونه، الحمد لله اللي احنا وصلنا في كاس مصر وان احنا ناخد 3 بونت يوصلونا نبقى 23، دي حاجه كويسه جدا. طبعا الكل بيتكاتف النهارده، برضو بنشكر جماهير النادي المصري انها اول مره اشوف دور كبير في مباراه النهارده. طبعا دور كبير جدا لان من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجعوا الفريق، ودي حاجه كويسه جدا، لكن انا عايز اقول اللي جاي احسن ان شاء الله، واللي جاي هيكون افضل، واللعيبه عندها تصميم وعزيمه والتزام ان هم يكونوا طبعا في مكانه كويسه زي ما كان المصري من 5 سنين بيلعب كونفدراليه، ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن واحسن. كابتن طارق سليمان، كابتن التوأم حسن تعودوا على الضغوط، يعني عندما تولوا مسؤوليه النادي المصري، النادي المصري كان في يعني ضغوط عليه بالنتائج في الفتره الاخيره، ايضا كتر الاصابات واخرها اصابه اموته في مباراه اليوم، ولكن هو بيستطيع ان هو يعود، بيستطيع بان هو يفرض شخصيته وشخصيه الجهاز الفني على اللاعبين، وده اللي كان محتاجه النادي المصري في الفتره الاخيره. اول حاجه الكابتن حسام بخبراته الكبيره طبعا مخلي لعيبه النادي المصري الموجوده كلها لعيبه اساسيه، ما فيش عندنا لعيب مش اساسي، كل اللي موجود بيتمرن معانا حاسس ان هي اي وقت، والماتش ده النهارده ده ما لعبش، بكره لعيب تاني يلعب، احنا عاملين ان الفرقه دي ال 30 او ال 31 لعيب اساسيين، مش عندنا حد يقول انا على الدكه انا احتياطي، لا الكلام ده كله مع الكابتن حسام والكابتن والجهاز ككل، ان احنا كل اللعيبه اللي عندنا جاهزه في اي وقت، اي لعيب بيصاب عندنا البديل ان شاء الله، لكن هم كانوا محتاجين نفسيا المكسب ده، والمكسب ده ان شاء الله يدينا دفعه كبيره ان احنا نعمل حاجه الفتره اللي جايه. وزي ما انا قلت لك لما يكون اللعيبه كلها عندك جاهزه بتقلل المشاكل للجهاز الفني، فالحمد لله رب العالمين على الفوز النهارده. نبارك لكل مجلس اداره وجماهير النادي المصري وجهاز ولاعيبه ادوا اللي عليهم، الحمد لله ان ربنا اكرمنا النهارده واخدنا 3 بونت. بشكرك جدا كابتن طارق، مبروك الفوز، مبروك لجماهير النادي المصري، وكل التوفيق للجهاز الذي يقوده التوأم حسن، كل التوفيق للنادي المصري. شكرا محمد، شكرا شكرا، متشكر جدا. ده كان لقاءنا مع المدرب العام للنادي المصري كابتن طارق سليمان عقب انتهاء مباراة نادي المصري ونادي الجونة والفوز الغالي للنادي المصري على نادي الجونة من استاد الجيش، والعودة مرة أخرى لاستاد مصر.